السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، معكم إسلام طاجن، إن شاء الله النهاردة مستمرين في شرح كتاب Understanding and Using English Grammar، فهم واستخدام قواعد اللغة الإنجليزية من إبداع بيتي أزار تقديم إسلام طاجن. النهاردة معانا Chapter 1 Lesson 3، هنتكلم عن The Perfect Tenses. عندنا ثلاث أزمنة تامة: Present Perfect, Past Perfect and Future Perfect، أو تحط Perfect في الأول وتك It's okay، اللي هو الأزمنة التامة: مضارع تام، ماضي تام، مستقبل تام. هنعرف كل زمن بيكون ايه، استخدامه، مثال عليه، توضيحه ومعناه. مطالب انك تعمل لايك، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس فوق عندك في البلاي ليست، شوية فيديوهات كده ممكن تتفرج عليهم لو حبيت تطلع على حاجات جديدة. ولو انا سألتك سؤال يا ريت تجاوب عليه تحت في التعليقات، ولو انت عندك اي استفسار اكتب التوقيت بتاع الجزئية اللي انت عايز تسأل عليها، لان انا في وقت ما في المستقبل مش هكون عارف انت بتتكلم عن ايه. فيا ريت اكون على درايه ان لما انت تحط لي وقت انا بضغط عليها فبيظهر لي مباشره انت بتتكلم في اي نقطه، افهمها سريعا واقدر ارد على سؤالك وافيدك. هذا بالله التوفيق، ونبدا اسئله درس جديد: The Perfect Tenses. Let's go. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chapter 1 Lesson 3 Perfect Tenses. في البداية ناوي ان موجود في وصف الفيديو، لو انت عايز توصل لكتاب هتلاقيه موجود، رابط لقناة تليجرام يوديك لتحميل الملف مباشرة. في البداية بقول لك فورم بيتكون من ايه؟ التام، الأزمنة التامة، ثلاثة: مضارع وماضي ومستقبل. قالك لازم يكون في عندنا verb to have ومعاه، يعني طبعا طالما قالك verb to have يبقى التلات أشكال has و have و had، ممتاز. وال past participle، عارفين ال past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل: play played played write wrote written، يبقى هي written هي played، ممتاز. وهنتكلم في الأفعال المنتظمة والغير منتظمة، أعتقد إن أنت عندك صورة عنها أو فكرة عنها، ولكن هيكون في ليها حلقات جاية إن شاء الله خاصة بيها. meaning يعني إيه جملة في زمن مضارع أو ماضي أو مستقبل تام؟ I like the perfect tenses all give the idea، كلهم بيعطيك فكرة that one thing، إن في حاجة حصلت، happens before another time or event، قبل حاجة تانية. يعني إيه؟ يعني لو جملة في زمن المضارع التام ده معناه إن حاجة حصلت قبل الوقت اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي. في زمن الماضي التام هتعرف إنها حاجة حصلت قبل الماضي البسيط وهنشرحها إن شاء الله. في زمن المستقبل التام هتحصل بعد وقوع حدث في المستقبل. واحدة واحدة نمسكهم واحدة واحدة. طيب، وافتكر ان احنا في تشابتر 1 كلها عبارة عن اوفر فيو، بنستخدم بس بناخد نظرة عامة، فكرة عامة، في حين تشابتر 2 3 و 4 و 5 تقريبا، 2 و 3 و 4 و 5، كل واحد فيهم بيمسك زمن، واحد بيمسك المضارع بكل اشكاله، الماضي بكل اشكاله، يبقى ثلاثة سوري، والمستقبل بكل اشكاله. بعد كده يدخل في حاجات تانية في القواعد انت ما كنتش متخيل انها موجوده اساسا، ودي المتعه، ان بعد ما تفهم الازمنه تشوف بقى الحاجات التانية، المدارك التانية في اللغه الانجليزيه اللي انت مش متوقع ان هي لها قواعد، وهتعرف لها قواعد. اوكي، احنا عرفنا طبعا التايم لاين عباره عن ايه: ماضي، حاضر، مستقبل، وعرفنا ان العلامات الاكس هي الاحداث اللي حصلت. في هنا عندي eat وعندي now اللي هو الآن يعني، وطيب حلو، وعامل علامة استفهام. خلي بالك ما بيعملوش حاجة كده، عامل علامة استفهام لأن الوقت مش مهم. في زمن المضارع التام الوقت غير مهم ومش محدد أساسا، يعني مش عارفين هو إمتى، هو حاجة حصلت طيب بس مش عارفين إمتى، غير الماضي البسيط حصل، وهنتكلم على الموضوع ده بعدين. Tom has already eaten، لاحظت إن في عندي has أدي verb to have و eaten في التصريف الثالث، لان احنا عارفين ان eat ate eaten. طيب هو ممكن يجي have او ممكن يجي have بدل has، ولكن في حاله لما يكون في بدل توم اسم جمع، we و they و you و I و اي اسم جمع، في حين ان اسم مفرد وهي وشي و it تاخد has. already عارفين ان المضارع التام في كلمات كتير دل عليه زي just already ever و never و yet recently و lately و since و for، كل دي كلمات لما بتشوفها بتختار has و have و تصريف ثالث، وهنحكي في الموضوع ده بعدين برضه. تمام،
توم finished eating. اوكي توم finished eating، هو انتهى من الاكل خلاص. اوكي سام تايم، في وقت ما، بيفور ناو، قبل الان. ذا اكزاكت تايم از نوت امبورتنت، الوقت بالتحديد مش مهم. الفكره ان انا لما اقول لك اي هاف اوريدي درانك ماي تي، انا بالفعل شربت الشاي بتاعي، مش مهم. المهم ان الفكره، الحدث انك عرفت ان انا شربت الشاي قبل دلوقتي وخلاص، خلص شربت اوريدي. طب لو جاست، يبقى لسه خلص قبل الكلام برضو، وبرضو انتهى. يبقى الزمن المضارع التام بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وانتهى قبل قليل. وفي ناس بتقول لك وما زال اثر مستمر، موجود الاثر مستمر ازاي؟ مش بتقول شربت الشاي وريني الاثر، هاي الكوبايه فاضيه اهي، ما فيهاش شاي، هي فاضيه. اوكي دوس لايك لو ما دوستش، ويا ريت تكتب لنا اي حاجه دليل على ان انا اشوف اسمك على الاقل عشان ابقى عارف مين المتابعين، لان ببقى مبسوط باسمائكم، خاصه ان في ناس فعلا يعني سعيد جدا ان معايا من كتاب انجلش جرامر نيوز ومتابعين انجلش فريزل فيربس، وهكمله ان شاء الله قريب. بالنسبه لي البريزنت بيرفكت، انا عايزك تكتب لي عليه مثال تحت، ولو عرفت تكتب ثلاث امثله، واحد في المضارع التام، واحد في الماضي التام، واحد في المستقبل التام، قبل ما نشرح، وتقدر تشوف انت شرحت كتبت صح ولا غلط، وتعدل لنفسك وتفهم انت كتبت ايه. يعني انا ممكن اقول I have already written my homework، انا بالفعل كتبت واجبي، هروح لزمن الماضي التام I had already written my homework، واضيف حاجة. اروح للمستقبل I will have written my homework مثلا by كذا، هنشرح الموضوع بتاع المستقبل دلوقتي. اوكي كده المضارع التام اعتقد فهمناه، حدث انتهى في الماضي، هو بدأ وانتهى في الماضي قبل قليل، والوقت غير مهم، تمام. بنستخدم له هاز وهاف في التصريف الثالث. بالنسبة للماضي التام، ركز كده، eat و arrive والاتنين في الماضي وقبل now. لاحظت ان في المثال الاولاني في المضارع التام كانوا مرتبط بكلمة now، ان هو في الوقت الحالي وعامل عليها علامة، ان هو الوقت اللي بيتكلم فيه فبيحكي عن حاجة في الماضي، في حين في زمن الماضي التام الاتنين في الماضي اساسا، يعني انا بحكي عن حاجه خلصت في الماضي. هو في فرق ما بين الماضي البسيط والماضي التام؟ الماضي البسيط بتستخدم فيه الفعل في التصريف الثاني I arrived، الماضي التام I had arrived، had بتصريف ثالث. طب هو في فرق؟ في فرق. الماضي البسيط، الماضي التام، الماضي التام هو اللي حصل الاول في زمن الماضي، الماضي البسيط هو اللي حصل بعده. ها ايه يعني؟ لما اقول لك مثلا first I ate my lunch then I slept، الاول انا اكلت الغداء وبعدين نمت. لو عايز استخدم after بعدها، هضطر اجيب بعدها هذا التصريف الثالث، لان هو اللي حصل الاول. after I had eaten my lunch I slept، انا نمت. يبقى في الحاله دي انا جبت had eaten لان ده اللي حصل الاول، عرفت؟ وبعدين slept ده اللي حصل بعده في زمن الماضي، حدثين حصلوا في الماضي. بس عايز افهمك من غير ما اشرح لك كتير، ان ده الاول وده الثاني، يبقى الاول ماضي تام، الثاني ماضي بسيط، والاثنين خلصوا في الماضي. حطها في دماغك. المثال بيقول توم had arrived I'm sorry had already eaten when his friend arrived، ده معناه ان قبل وصول اصدقائه هو كان خلص اكله. اوكي شوف، first Tom finished eating، اولا توم خلص اكله، later في وقت بعد كده his friend arrived، صديقه وصل. Tom's eating was completely finished، اكل او الاكل توم، عمليه الاكل بتاعته completely finished، انتهت بالفعل. Before another time in the past، قبل نقطة تانية في الماضي، يعني قبل ما يحصل الحدث التاني ده في الماضي، الأولاني ده كان منتهي أساسا. يعني لما أقول لك after I had eaten my lunch، ده معناه إن أنا خلصت الأكل خالص، I slept، أنا رحت أنام، ما مش هروح أنام وأنا باكل يعني. يبقى الماضي التام بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وبتكون انتهت قبل ما بيحصل حدث تاني أنا عايز أتكلم عنه. ممتاز، وبنستخدم له هاد والتصريف التالت. Perfect. في حين طبعا تقدر تكتب لي جمله دلوقتي في زمن الماضي التام قبل ما تنسى، وقف واكتب. شكرا. بالنسبه للفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام، ملاحظ ان الاثنين في نقط زمنيه في المستقبل قبل الوقت الحالي، بعد الوقت الحالي سوري. شوف المثال بيقول ايه، توم ويل اوريدي هاف ايتن وين هيز فريند ارايفز، توم سوف يكون بالفعل انتهى من الاكل عندما يصل صديقه. ده معناه ان انا بقول لك ان الحاجه دي هتحصل في المستقبل قبل ما يحصل حاجه تانية بعدها في المستقبل.
ها شوف eat خلص الأول وبعد كده زميله وصل. توم will already have eaten. توم بالفعل هيكون خلص الحمد لله عافية عليه الأكل بتاعه. when his friend arrives عندما يصل صديقه. ركز. first توم will finish eating. الأول توم will finish سوف ينهي الأكل بتاعه. later بعد كده his friend will arrive صديقه يصل. يعني صديقه مش هيشوف الأكل أساسا. اتغديت؟ اه الحمد لله انا اتغديت سبقتك. ده بنتكلم في المستقبل يعني. Tom's eating will be completely finished before another time in the future. قبل نقطة تانية في المستقبل. يبقى دلوقتي النهاردة احنا درسنا تلات أزمنة. المضارع التام حدث بدأ في الماضي وانتهى قبل قليل. والوقت غير مهم، مش مهم نعرف هو خلص امتى. حلو. الماضي وبيتكون من هاز وهاف والتصريف التالت. الماضي التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاد والتصريف التالت. بيعبر عن ايه؟ حدث بدأ وانتهى في زمن الماضي قبل وقوع حدث آخر في الماضي البسيط. يعني لو انا عندي حدثين في الماضي البسيط، الأول فيهم بيكون هو الماضي التام، التاني فيهم بيكون هو الماضي البسيط. حلو. يعني البعيد الماضي التام، القريب من الوقت الحالي هو الماضي البسيط. طيب المستقبل التام بيتكون من will و have أساسيين، وبعد كده يجي الفعل في التصريف التالت. طب بيعبر عن ايه؟ حدث سوف يقع في المستقبل قبل حدث اخر في المستقبل. حدث سوف يقع في المستقبل قبل حدث اخر في المستقبل. هو ده زمن المستقبل التام. يعني لما اقول لك I will have played taken three when my sons come from school. ركز بقى. انا هكون انتهيت او لعبت، انا اكون لعبت تيكن 3، انا اكون لعبتها وخلاص. I will have played تيكن 3، هكون لعبت تيكن 3 when عندما اوكي my sons come from school يجوا من المدرسة. يعني هما يجوا من المدرسة أنا أكون خلصت اللعبة أساسا. واخد بالك؟ فمش هيعرفوا إن أنا لعبت، بس أنا قلت لكم دلوقتي فما تقول لهمش. أوكي؟ شكرا يا شباب، وأتمنى إن أنا أشوف تحت في الأمثلة في الكومنتس في التعليقات ثلاث أمثلة: مضارع تام، مستقبل تام، ماضي تام، مستقبل تام. وممكن أشوف ليك تعليق تاني أو في نفس التعليق. المضارع التام بيكون من، اكتب كده has slash have زائد فيرب او في تلاتة مثلا اللي هو التصريف التالت. الماضي التام ها هاد زائد في تلاتة. المستقبل التام ويل هاف زائد في تلاتة. عشان ما تنساش، مشاركتك مش هتخليك تنسى المعلومة، جملتك هتفيدك وتفيدني وتفيد زمايلك اللي بيشاركوا او بيشوف التعليقات التانية وبتحمسهم انهم يعملوا زيك. الفيديوهات الحالية مهمة جدا عشان تفهم الازمنة. احنا لحد دلوقتي شرحنا المضارع والماضي والمستقبل البسيط، المضارع والماضي والمستقبل المستمر، ودرس النهارده كان المضارع والماضي والمستقبل التام. والدرس القادم ان شاء الله اللي هو هيكون chapter 1 lesson 4 المضارع والماضي والمستقبل التام المستمر. غريب شويه بس هيعجبكم. اتمنى انكم لحد دلوقتي فاهمين اللي احنا شرحناه. مهم جدا انك تفهم ال 12 زمن علشان اللي بعد كده هيكون اجمل واسهل والطف، لان انت هتكون رايح لمرحله تانية في فهم واستخدام قواعد اللغه الانجليزيه زي اسم الكتاب. كان معكم اسلام طاجن، شكرا، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.